هنروح لكرة اليد سيدات. يمكن امبارح الحمد لله رب العالمين في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اللي في كرة السد في كرة اليد سيدات واللي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل في صالة أو في مقر النادي في المقر النادي الأهلي بالجزيرة، قدرنا طبعا نفوز بنتيجة 30-25. الشوط الأول خلص 12-12، والجميل إن الفرقة كانت متأخرة بخمس أهداف وعوضت وطلع الشوط الأول 12-12. فرقنا دلوقتي متصدر البطولة برصيد 21 نقطة، والماتش طبعا كان اتلعب أول امبارح على صالة الأمير عبد الله الفيصل. فرقتنا عندها ماتش مهم بكرة مع نادي الجزيرة في الجولة 8 بإذن الله. الحقيقة كاميرا الأبطال كانت مع فرقتنا في مباراة الأهلي والزمالك، صورنا التقييد ده، شوفوا مع حضراتكم وارجع تاني. الحمد لله كان فوز مهم، فوز معنوي كمان للفريق. طبعا اول بدايه الشوط الاولاني ما كانش كويس خالص، لغايه الدقيقه 20 الشوط الاولاني كانت اتخطفنا في اول خمس دقائق كده بتلات اربع تجوان، فاللعيبه اتخطفوا شويه لغايه ما لمينا في سيري بعد الدقيقه 20 الحمد لله، وقدرنا ان احنا نطور شويه من شويه معلومات شويه اللعيبه كلها، بحيث ان احنا نهايه الشوط الاولاني تعادلنا 12-12. وبعدين ادينا محاضره طبعا بين الشوطين الحمد لله في نقط القصور اللي كانت عندنا والاجابات اللي عندنا، وازاي نزودها وازاي نجري على فريق الشمس فريق الزمالك، ازاي كنا ندافع قوي ونجري عليهم عشان هم كمان اللياقه البدنيه بتاعتهم كانت قلت، فجرينا عليهم، هو ده اللي عمل الفرق بدايه الشوط الثاني. احنا عندنا دخل بطوله القاهره كمان مع الدوري، فممكن نلعب ثلاث اربع ماتشات في الاسبوع. احنا خلاص احنا عندنا حتى ماتش يوم الخميس الجاي مع الجزيره، وماتش يوم السبت ماشي، وبعدين ماتش يوم الاثنين، وماتش عندنا ماتشات كتير جدا في الاسبوع، بنلعب ثلاث مباريات، فده كمان ضغط على البنات والحاجات كلها، فاكيد لازم مستشفى ولازم كمان تحضير لكل ماتش على حده، اللي احنا بنحضر كل ماتش على حده، فربنا يكرمنا الفتره الجايه. وكمان اهم حاجه ان في يحصل في تطور في الاداء، انا مبسوط ان في تطور، الاداء اتغير من السنه اللي فاتت للسنه دي، كان في طريقه الدفاع او في طريقه الهجوم في تطور، واكيد اما يكون اي حد مدرب جديد جاي بيعمل حاجات جديده بتاخد وقت شويه. فان شاء الله اقول بس للجمهور والاهلي وقول ان شاء الله اللعيبه يستحملني شويه، وان شاء الله هيبقى في تطور في جاي ان شاء الله. في البدايه كانت المباراه صعبه شويه، بس الحمد لله جمعنا انفسنا، ومشكور الكابتن يحيى يعني كان في محضر تكتيك كويس مشان رجعنا به في المباراه. الحمد لله الفتيات الكل كانوا في المستوى المطلوب، وان شاء الله نواصل هكا ان شاء الله. مكسب النهارده يعني ده لينا حافز للفتره اللي جايه طبعا. الماتشات خلاص بدات تشد، بس الماتش الجاي الجزيره تقريبا بنستعد له برده من بعد النهارده، ودي خطوه كويسه ان شاء الله للي جاي ان شاء الله. دي تقريبا تاني مشاركه بالنسبه لي معاهم، وماتش تقيل، ف يعني انا حقيقي كنت متوتره جدا، بس الحمد لله ربنا كرمني. انا بقول لحضراتكم يمكن اول اختبار حقيقي للفريق كره اليد السيدات كان ماتش الزمالك، وكان في اداء كويس، والحقيقه اللاعبات كلهم تألقوا، حتى سندس حشانة حطت 8 أهداف، الحقيقة كان رقم كبير، وده دور المحترف يعني. برضو زي ما قلت لكم إن دايما النادي الأهلي بيدور في صفقاته على اللعيبة ليفل 1 واللعيبة اللي هتيجي تعمل الفرق.